المؤتمر كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس النادي الأهلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يمكن في البداية برحب بشركة بريزنتيشن والأستاذ محمد كامل، مع أن دلوقتي المفروض من يعني هم في بيتهم دلوقتي، وأعتقد أن احنا في بداية شراكة إن شاء الله، شراكة جديدة، والشراكة الجديدة ديت بإذن الله لنجاحات احنا كلنا بنأملها بإذن الله، وهم قادرين على هذا إن شاء الله. يمكن انا عايز اتكلم مع حضراتكم في ثلاث حاجات. الحاجه الاولى ان النادي الاهلي الحمد لله بدا ومستمر في تطوير ضخم جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي بكل فروعه. النادي الاهلي كمان سواء التطوير ده بيشمل التطوير الخدمي والتطوير الإنشائي والتطوير التنافسي الرياضي. الحمد لله الفترة اللي فاتت في إنشاءات كثيرة جدا، أعتقد كل الناس شايفاها وملاحظاها الحمد لله رب العالمين، وكمان تطوير خدمي واضح برضو الحمد لله، ولكن احنا دايما بنفكر ازاي نجتهد أكتر. والتنافس الرياضي اللي كل فرقنا بلا استثناء الحمد لله بتلعب دايما على البطولة، بتلعب دايما على المستوى، على المركز الأول. علشان كده يمكن من ضمن الحاجات اللي أنا ملاحظها السنة دي لأول مرة النادي الأهلي يلعب بطولتين أفريقيا في سنة واحدة، أول مرة تحصل بطولتين أفريقيا في سنة واحدة. اللي أنا بتكلم فيه دوت النادي الأهلي بالتطوير ده، بالمنشآت دي، بالخدمات دي، بدعم التنافس الرياضي بتاعنا وكل أولادنا الرياضيين، ده محتاج إيه؟ أعتقد أن ده محتاج من إدارة، محتاج دعم وضخ استثمار قوي جدا عشان نقدر نواكب اللي احنا فيه ده. ودي طبيعة النادي الأهلي دايما بيلعب على البطولة بس. علشان كده يمكن المورد الرئيسي والمورد الهام جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي هو حقوق الرعايه. فالعقد اللي احنا بنوقعه النهارده وفي صدد التوقيع النهارده ان شاء الله احد اهم الموارد اللي تخلينا فعلا نقدر نحاول بقدر الامكان نقدر ان احنا نكمل مسيره او نكمل تاريخ النادي الاهلي. التاريخ اللي هو الحمد لله رب العالمين كله بطولات، كله شيء مشرف لاي حد بينتمي للنادي الاهلي. فعقد الرعايه النهارده هو عقد رعايه هام جدا بالنسبه لنا. يمكن امبارح الحمد لله برضو كان في عقد رعايه اخر بالنسبه للملابس انتهى امبارح، وكان في تم مع شركه امبرو بالنسبه للملابس، والنهارده مع برزنتيشن هو اليوم الاحتفال بتاعنا النهارده. انا الحقيقه يمكن يعني سعيد جدا، او احنا كنادي اهلي سعداء جدا ان احنا هنتعامل مع برزنتيشن ليها حضور قوي في السوق المصري، وليها خبرة بنوع من أنواع الاحترافية. عشان كده إن شاء الله بإذن الله هنكون يعني مطمئنين إن يكون يعني العمل بيننا أو الشراكة اللي بيننا دي تكون على أكمل وجه، وتكون حاجة بإذن الله تحقق للطرفين نجاحات كبيرة. بس هنا كمان مش أنا بس، إحنا بس السعداء. اعتقد ان من المفروض وانا متاكد من ده ان برزنتيشن هي كمان تبقى سعيده جدا ان هي مع النادي الاهلي، لان يا جماعه النادي الاهلي ده اسم كبير جدا جدا، واي حد بيرتبط اسمه باسم النادي الاهلي هو ده شرف وده تاريخ ممكن يتكتب. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين في خلال يعني النادي الاهلي ممكن عنصر جذب لجميع الناس. النادي الاهلي ناس كتير بتبقى حابه جدا تبقى تحت لواء النادي الاهلي، وحابه جدا تنضم انها تكون جوه النادي الاهلي، ده شيء كويس الحمد لله طبعا. والنادي الاهلي بيرحب بكل الناس، ولكن
كل الناس اللي ممكن يكون فيه نوع من أنواع اللي هو يعرف يعني قيمة ومعدن وكيان النادي الأهلي. عشان كده أنا متأكد إن برزنتيشن هتكون عندها نوع من أنواع الالتزام الشديد جدا جدا في تفعيل هذا التعاقد بشكل يليق بكيانين كبار، طبعا النادي الأهلي وبرزنتيشن. يمكن ده يمكن لنا الحاجة، عايز أقول مثلا حاجة، وإحنا يمكن دي برضو في السوق التسويقي، يعني النادي الأهلي يا جماعة من عظمته تيجي مثلا النهاردة تلاقي في كل تلفزيونات مصر أو العالم العربي النادي الأهلي، تلاقيه التيشيرت بتاعته اللي كان لابسها في السبعينات ما زالت موجودة، وما زال الإعلان اللي عليه موجود، وما زال العلامة التجارية بتاعتها موجودة. فالنادي الأهلي بعد مثلا 50 سنة ممكن أول الراعي بتاع النادي الأهلي يكون ليه تواجد وليه يكون موجود، لأن ده النادي الأهلي. النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين هو نادي القرن في أفريقيا، وإحنا كلنا نتطلع بإذن الله يكون نادي القرن في 21 بإذن الله إن شاء الله. يعني فهنا النادي الأهلي، أعتقد النادي الأهلي النهاردة برضو حاجة من الحاجات المهمة اللي لازم نفكر فيها سوا ونشوفها، نشوفها مع بعض. النادي الأهلي النهاردة لما بيكون واحد من كل الفرق العالمية يكون ترتيبه الثاني، الأهلي أكثر تتويجا في العالم 2013، النهاردة ريال مدريد سبقت الأهلي، لكن النادي الأهلي نمرة 2 دلوقتي. نأمل طبعا نرجع تاني إن شاء الله نمرة 1، لكن لما يكون اسم نادي عربي وأفريقي في وسط عمالقة الأندية العالمية كترتيب، أعتقد ده شيء يدعو للفخر لكل إنسان عربي، كل إنسان أفريقي حتى لو مختلف انتماءاته، لكن فريق عربي في وسط العمالقة اللي موجودين، عمالقة الأندية العالمية، هو ده النادي الأهلي، وهي دي قيمة النادي الأهلي. أنا مش عايز أطول لحضراتكم، بس يمكن كمان عاوز أن أنا الحقيقة منساش أن أنا أشكر فعلا الإدارة التنفيذية عندنا، أولا زمايلي في مجلس إدارة كلهم متعاونين جدا، والإدارة التنفيذية، وبخص بالشكر الحقيقة الكام يوم اللي فاتوا دولت عملنا يعني عقدين رعاية في فترة صغيرة جدا، فبشكر جدا جدا إدارة التسويق، وبشكر إدارة القانونية لأنهم الحقيقة كان ليهم دور كبير جدا جدا وعملوا مجهود كبير جدا الفترة اللي فاتت. بكرر الشكر ليهم، وبكرر شكر لحضراتكم لوجودكم، وإن شاء الله نكون يعني فتحة خير بإذن الله. شكرا والسلام عليكم.